فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد ما يدل على مشروعية قول الإمام عند إرادته للصلاة أن يقول: صلوا صلاة مودع؟ لا، ما كان الرسول يقول هذا. صلي صلاة مودع هذه موعظة، ما هي تقال في، ما هي تقال فيما أعلم، ما تقال عند الإقامة، هذه موعظة عامة. أظن جاءت في حديث فيه أن الرسول أمر أن يصلي صلاة مودع، بمعنى أنه لا يطيل الأمل في هذه الدنيا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.